بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله. انت عايز تقيم مثلا مجموعة مثلا ناس شغالين عندك، ما ينفعش واحد مثلا قاعد في المكتب زي مثلا واحد بينزل السايت مثلا بيعمل مثلا شغل، ده بيعمل تصميم، ده بيعمل حاجة زي مثلا واحد وهكذا. فلازم يبقى في حاجة اسمها وزن نسبي، يعني بحيث تقدر توزن كل حاجة على قدها. ما ينفعش كل حاجة تديها نفس الرقم أو نفس الحاجة. فخلي بالك دي مهمة جدا وانت بتعمل تريد اوف او وانت بتعمل الجدول بتاعك. من الحاجات برضو اللي بتأثر على القرارات بتاعتك اللي هي ايه، degree of customization. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا عندك حاجة خدمات خاصة عندك في الشركة بتاعتك، خدمات مخصصة لكل عميل بشكل مختلف عن الآخر. طيب زي ايه؟ زي مثلا انت بتصمم، بتروح لحد تعمل له مثلا ريموديلنج لبيته او بتصمم له بيته او حاجة، بتحط له مش عارف تعمل له الديكورات، العفش هتحط له هنا، الحاجات دي كلها. فكل واحد بيبقى مختلف عن التاني. برضو هنا مديلك مثال بيقولك لو انت شغال برضو في اللي هي جراحة التجميل، لو انت شغال استشارات قانونية، استشارات هندسية، فالملاحظ هنا ان مفيش تشابه. فكل عميل بيكون حالة يعني يونيك او حاجة حالة فريدة. احتياج يعني احتياجك للعمالة في الحالات دي او الليبر بيكون اكتر منها في الحالات التانية. في الحالات التانية طبعا زي اي حاجة المنتجات، يعني العميل بيجي ياخدها من على الرف وخلاص، او مثلا خدمات الانترنت او حاجة. يبقى الكاستمايزد برودكت سيرفيس او الحاجات اللي هي بتبقى مخصصه دي تحتاج وقت. خلي بالك جدا وانت شغال فيها تبقى عارف ان هي بتحتاج وقت، بتحتاج معدات طبعا اكثر مرونه. يبقى عندك مرونه، يبقى عندك مثلا سوفت وير عشان تصمم بيه الراجل ده مثلا طلب حاجه، ده طلب حاجه، فتبقى يعني يبقى في عندك فلكسبيليتي في التعامل مع الناس. فتخلي بالك لو انت الاوبريشنز بتاعتك تقع تحت هذا البند، تعرف ان هيبقى مش هيبقى عندك حجم انتاج عالي، ولكن الناحية الفنية هتبقى مهمة جدا في الجنب ده. او انت بتاخد قرارات الرضا برضو العميل مهم جدا، السعر برضو بيكون يعني اعلى شوية في الكاستمايزد سيرفيس او الكاستمايزد برودكت. حد عنده مشاكل يا جماعة لغاية دلوقتي؟ طيب في حاجة تاني يبقى احنا عرفنا ايه. طيب احنا عرفنا ايه، لو فاكرين قلنا الاوبريشنز منتجات وخدمات، برودكت وسيرفيس، عرفنا الفرق بينهم. انما تحت كل واحدة منهم ممكن يطلع لك ايه النوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الكاستمايز او دي ايه اللي هي اللي بتبقى مخصصة شوية. دي ليها اعتبارات زي ما قلنا لازم ناخد بالنا منها، تختلف عنها في الحالات العادية، ودي طبعا بتأثر على اتخاذ القرار بتاعك. طيب ايه تاني؟ في حاجة اسمها السيستم ابروتش. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اخد قرار لازم اخد قرار من وجهة نظر شاملة. يعني شاملة ازاي؟ يعني شاملة كل الأجزاء الموجودة عندي، كل الأجزاء المترابطة معايا، كل الحاجات المتقاطعة معايا. هو ده تعريف السيستم، إن هو إيه، مجموعة من الأجزاء المترابطة اللي شغالة مع بعض أو التي إيه تعمل مع. طيب برضو لو رحنا هنا، لو رحنا هنا، لو أنت مثلا القسم بتاعك، القسم بتاعك مثلا وليكن ده مثلا ده، فانت وانت شغال لازم تعرف ان انت اي حاجة بتاخدها
بتأثر على الأقسام التانية، زي ما شفنا في تقاطع بينك مثلا مع لو أنت أوبريشن مع الجماعة بتوع الماركتينج، مع الجماعة بتوع الفاينانس، مع الجماعة بتوع الديزاين، الحاجات دي كلها. فلازم أي قرار تاخده يبقى بناء على السيستم أبروتش. لو أنت برضو شغال من فوق تمام، تبقى عارف إن أنت أي قرار هيأثر على ده، هيأثر على ده، هيأثر على ده، الحاجات دي كلها. فالشركة كلها تعتبر سيستم، كل حاجة من دول تعتبر سب سيستم، أو يعني نظام جزئي. في نظام كلي ده ناس مثلا، أو نظام ثانوي، يعني ده نظام الشركة كلها سيستم، كل حاجة من دول طبعا سب سيستم، أو سيستم صغير، أو كل قسم مثلا. التسويق سب سيستم، الأوبريشنز اللي هي بتاعتنا مثلا سب سيستم، الفاينانس سب سيستم، وهكذا. وأنا مثلا كمدير للشركة أو كمدير للسيستم لازم يعني اتبع في اتخاذ القرار السيستم ابروتش. لازم اخد قرار طبعا، او ادرس تاثير القرار على كل نواحي السيستم بتاعي، ادرس العلاقات بين السب سيستمز كلها. لازم طبعا خلي بالك لو اهداف الشركه او هدف السيستم الاساسي لازم يبقى له الاولويه او البريورتي او الاهميه على اي سب سيستم. يعني لو في مشكله عندك في اي قسم من الاقسام، ما ينفعش يوقف لك الاستراتيجي بتاعتك او الهدف او الاوبجكتيف بتاعك اللي انت شغال بيه. مثلا زي ما قلنا، لو هدف الشركه تصنيع مثلا اجهزه ذكيه ولا حاجه بتقنيات عاليه، في قسم او سب سيستم معارض، فلازم الاوبجكتيف بتاعه او المين سيستم هو ده اللي انا امشي عليه، لازم يكون هو اللي الاولويه. لازم كل سب سيستم يبقى تابع للاستراتيجي الاساسيه او لي السيستم ابروتش بتاعي. هو ده اسلوب السيستم ابروتش. في اسلوب شويه قريب من بالظبط، هو ده نظام المونيتور او اند كنترول اللي انا دايما بمشي عليه. نظام المونيتور اند كنترول لازم كل فتره زمنيه اراجع اشوف انا فين على حسب البيز لاين بتاعي او الخطه الاساسيه بتاعتي، وابتدي اراجع اشوف انا المفروض كنت فين وبقيت فين، وهكذا، عشان فعلا اتاكد من السيستم ابروتش كله شغال معايا، الخطط كلها شغاله، وهكذا. في بيبقى في نظام كده بعض الناس بتعمله، ان هم بيحولوا الاوبريشنز لبروجكت. يعني ايه؟ احنا طبعا عارفين الفرق بين المشروع والاوبريشنز. المشروع بيخلص، الاوبريشنز ما بتخلص. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا مثلا جوه الاوبريشنز على فترات زمنيه، يعني مثلا بيحطوا كل سنه تارجت ليهم او اوبجكتيف ليهم، وفي السنه دي يعني بيشتغلوا عليه اكنه مشروع، عشان يبتدوا يحطوا لنفسهم موتيفيشن، يبتدوا يحطوا لنفسهم خطط يبتدوا يمشوا عليها. وبعد السنه دي، او طبعا خلال السنه، بيبتدوا يعملوا مونيتور اند كنترول. بعد السنه دي بيراجعوا نفسهم، بيبتدوا يشوفوا نفسهم مثلا هم فعلا حققوا الاوبجكتيف بتاعهم، خلصوا قد ايه. زي مثلا نظام السيلز او نظام المبيعات، كل واحد بيبقى له مثلا تارجت معين، وهكذا. بالظبط، بيبقى له تارجت معين، هل خلص التارجت سنوي مثلا او حاجه، هل خلص التارجت بتاعه، وهكذا. فهو ده النظام، ان انا بعمل مشروع في الاوبريشن او في نظام الاوبريشنز بتاعي. ممكن برضو مصنع او حاجه يشتغل بالنظام ده، ان هو يعمل ليه تارجت مثلا او حاجه، ان هو يحقق التارجت خلال فتره زمنيه، يحط له هدف، مش شرط مثلا تارجت مثلا انتاج او حاجه، هدف معين، هدف مثلا تريننج، تدريب العمال ان هم هيوصل بيهم خلال الفتره دي مثلا، ان هم هيبقوا كفء مثلا لاداره النظام ده او المكن الجديد ده، وهكذا. طيب، في برضو بيقول لك نظام شبيه شويه بالسيستم ابروتش، ان هو بيركز على الكفاءه في كل قسم من دول. يعني كل قسم من دول يركز على الكفاءه، كل قسم ملوش دعوة. يعني النظام ده مختلف شوية عن السيستم ابروتش، ان هو ملوش دعوة بالاقسام التانية، كل قسم بيركز على الكفاءة بتاعته. فهو بيقولك ان انا لو حسنت الكفاءة في كل قسم من دول،
انا كده يعني هعلى بالكفاءه الكليه او هعلي الكفاءه الكليه، بس في مشكله هنا ان انت مفيش هنا بينهم ترابط، يعني ما للاسف عدم اتباع السيستم ابروتش ده مفيش بينهم ترابط، لان احنا عارفين الريسورسز مثلا ممكن يعني لازم يحصل فيها توزيع، فلو ده عنده مثلا سكيرس اوف يعني عنده ندره مثلا موارد، وده مثلا عنده موارد زياده وده عنده موارد وهكذا، فلازم لازم يحصل allocation of resource او توزيع او تخصيص للموارد على توزيع كل الاقسام. فحتى لو انا بشتغل بنظام التركيز على الكفاءه في كل قسم عشان اعلى، انا ممكن اعلى بيها بس مش هقدر اتغلب على المشاكل من انفصال مثلا كل مثلا قسم عن التاني، او كل سب سيستم عن السب سيستم اللي جنبه. فلازم اعمل طبعا تكامل وترابط مع الأقسام كلها. هنا برضه في الكتاب كان مديك ايه معيار توزيع الريسورسز على حسب، ما كل شركة بقى المفروض يبقى لها معيار، يعني مثلا ده موضوع يعني موضوع كبير، لأن أنت معيار توزيع الريسورسز ده ممكن يكون مثلا خطة هم عاملينها، يبقى في مثلا مكتب، او مثلا مكتب لو انت عندك مشاريع ولا حاجه، مكتب مثلا بي ام او، يبقى في حد يعني بيدير التوزيع الريسورسز، اي حاجه هو اللي هيتولاها، لو في عندك مثلا مدير المشروعات هو اللي هيوزع الريسورسز، لو انت عندك مثلا في لو انت عندك كذا مثلا فرع، مثلا فرع في القاهره، فرع في اسكندريه وهكذا، في مهندس مثلا ناقص من هنا او مهندس غايب من هنا، هل هتنقل، هل مثلا هتخلي حد يشتغل بارت تايم عشان يقلل او تاخد يعني ريسورس من هنا عشان تغطي المشكله اللي عندك، لو عندك مشكله مثلا في الفلوس كريسورسز ازاي هتحلها، فلازم حد يبقى هو اللي يوزع الريسورسز دي، سواء مثلا مكتب اداره مشروعات، سواء قسم مثلا او مدير المشروعات او حاجه، هو اللي يتولى توزيع الريسورسز او تخصيص الريسورسز والحاجات دي. فما فيش معيار معين، يعني كل حاجه يعني كل شركه طبعا على حسب النظام اللي ماشي فيها، مين الراجل اللي ماسكها، مش هينفع طبعا تيجي على قسم على حساب قسم تاني وهكذا، على حسب برضو بيبقى في عندك بريورتي او اولويه، ممكن تكون شغال مثلا في مشروع او شغال في يعني مثلا عندك طلبيه، ماشي عندك طلبية مثلا منتجات برودكت، طلبية مثلا تليفونات أو حاجة، وأنت عندك مشكلة، فالحاجة اللي ليها الأولوية لازم يبقى لها البريورتي في توزيع الريسورسز وهكذا، غير مثلا حاجة طلبية أو عميل مثلا طالب في الشهر مثلا بعديها بشهرين أو حاجة. فهو ده التوزيع الريسورسز، إن أنت ممكن تعمل كده. في برضو للريسورسز كنا خدناها في البي إم بي، فايه يعني مش عايزين نزود شويه في الموضوع ده، ان انت البيك عندك ريسورس ليفلنج، الله ينور عليك الجماعه، باركو للمهندس عصام، الحمد لله بقى بي ام بي، فهنوه حتى ما شاء الله المعلومات فريش عنده. عقبالكم ان شاء الله كله. خلاص فنكمل. كنا وصلنا لغاية فين؟ فبيقول لك مثلا مثال على مثال على الحكاية السيستم ابروتش دي، مثال مثال بيقول لك ان لو انت عندك مثلا شركة سيارات او شركة عربيات مثلا قررت اضافة نظام الـ ABS اللي هو الـ Anti-Lock Braking System، يعني بغض النظر عن او مش عايزين يعني مش مجالنا ان احنا نشرحه، فلازم المصمم انت خلاص خدت قرار ان انت مثلا الشركه هتشغلها بنظام السيستم ابروتش، ان انت هتعمل نظام الاي بي اس في السيارات بتاعتك او في العربيات بتاعتك. طيب لازم المصمم يفكر ازاي الكاستمر هيشوفه التغيير ده،
التغيير ده ازاي هوصله للناس عشان يعرفوا قيمته؟ المحاضرات السابقة موجودة على حضرتك معانا على الجروب، موجودة في الجروب. البوست اللي هو البين بوست او البوست المثبت موجود عليه اول محاضرتين. المحاضرة دي ان شاء الله هتتسجل برضو وهتنزل على اليوتيوب. فكده والمحاضرة دي انا رجعت المحاضرة الثالثة ودي المحاضرة الرابعة، فهيبقى عندك الاربع محاضرات، وده اللينك بتاعها فيه موجود محاضرتين، ودي الثالثة والرابعة. على اساس الثالثة للاسف ما عرفوش يسجلوها. فايه بس طب حضرتك موجودة من اول محاضرة؟ المحاضرة دي محاضرة من اولها ولا جيت متأخر؟ طيب برضو ايه عشان الناس تراجع برضو بالمرة، عشان ما حبش حد يبقى موجود. احنا في المحاضرتين اول محاضرتين كنا اتكلمنا شوية عن شوية مفاهيم، اتكلمنا عن اهمية الاوبريشنز، عملية اهمية المانوفاكشرينج او التصنيع. قلنا ان بيبقى فيه تقاطع بين في تقاطع واوفرلابنج بين الاوبريشنز والاقسام التانية، بين القسم الفاينانشال او القسم المالي والاوبريشنز. قلنا طبعا انا بقول كعناوين بس، قلنا برضو بيبقى في تقاطع بين الماركتينج والاوبريشنز. كمثال ان يعني كل الاقسام المفروض يبقى في بينهم يعني معلومات راحة وجاية، في هو بيديني معلومات انا بديله معلومات وهكذا. قلنا برضو علاقة الاوبريشن مانجمنت بالديسيجن ميكنج، ان الراجل الاوبريشن مانجر ده كل شغله ان هو عمال ياخد في قرارات. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حاجات تساعد على اتخاذ القرارات او ابروتشز او نهج، يعني نهج لاتخاذ القرار. اللي اتكلمنا فيه المودلز، اتكلمنا فيه التريد اوف او المقايضات. دلوقتي احنا شغالين في السيستم ابروتش او اللي هو النظام او النهج النظام، يعني ان انت الشركه عندك عباره عن سيستم كامل او القسم بتاعك سيستم كامل، تبتدي بقى تشوف السب سيستم كلها. ما ينفعش تاخد قرار، لازم السب سيستم كلها تشوف تاثير القرار ده وهكذا. وده المثال اللي انا كنت بشرح فيه حالا دلوقتي، اللي هو بتاع ان شركه السيارات قررت مثلا إضافة الـ ABS للسيارات بتاعته. فلازم هو شغال بالسيستم ابروتش، لازم يعمل ايه، لازم المصمم او الراجل الديزاينر يفكر ازاي الكاستمر هيشوف التغيير ده، ايه التعليمات اللي لازم اتبعها عشان استخدام النظام، هيحصل ايه مثلا لو حد استعملها غلط، التكلفة عشان انتاج النظام الـ ABS الجديد ده بتاع الفرامل، اجراءات التركيب، اجراءات التصليح برضو هتبقى ازاي. ما ينفعش اعمل النظام ده وانا ما عنديش خدمة، ما عنديش مثلا حد في الصيانة عارف الكلام ده. فانا السيستم ابروتش يعني بينبهني للحكاية دي، ان انا لو خدت قرار او انا باخد قرار لازم ابص لجميع النواحي القرار ده والحاجات اللي بيأثر عليه. طيب الراجل الكاستمر هل هيدفع فلوس؟ لازم برضو اشتغل مع الجماعه بتوع الماركتنج، اسوق حكايه الاي بي اس، اقول لهم فايدته، الحاجات دي كلها. برضو لازم تدريب الناس الحاليين عشان يعملوا النظام ده. طبعا البرودكشن هيتغير بالكامل، المخزون او الانفنتوري هيتغير، الكواليتي ستاندرد. فلازم برضو اعمل اعلان زي ما قلنا عن مميزات النظام ده. الناس برضو السبلايرز بتوع قطع الغيار برضو هيتغيروا، السبلايرز بتوعي انا اللي هيتعاملوا بعد كده مع المستهلك. فلا يعني فهنا انا شايف اقسام كتير داخله معايا، مجرد ان انا عدلت شيء صغير. انا قلتها برضو بالظبط، تغييرات في خط الانتاج. فانا يعني وانا بتابع السيستم ابروتش ده لازم اعمل تكامل وترابط لجميع السب سيستم اللي معايا الاقسام، عشان اعرف اخد قرار صح، عشان اعرف انجح في الاوبريشن بتاعي. طيب ده لو رحنا هنا، ده يبقى احنا كده قلنا المودلز، اتكلمنا عن التريد اوف، اتكلمنا عن السيستم ابروتش. في عندي ايه بقى؟ في عندي بريورتيز.
يعني في عندي قرارات، آسف، في عندي أولويات. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا مش هيكون مثلا عندك امتحان بكرة، و بالظبط مش هيكون مثلا عندك امتحان بكرة وهتروح تلعب بلاي ستيشن. ففي حاجة اسمها بريورتيز أو أولويات. فأنت لو قدامك شوية اختيارات مثلا عشان تعملها النهاردة ولا حاجة، فأكيد كل حاجة هتختلف عن غيره. الأهم الواحد أهم، أقل مثلا أهمية، تبتدي ترقم مثلا 1 2 3 الحاجات دي. مثلا حد المفروض أعمله دلوقتي، هي دي البريورتيز أو هي دي الأولويات. لو أنا مثلا باخد قرار في تعيين حد، أنا راجل دلوقتي مثلا مدير قسم شغال في الاوبريشنز بتاعتي، عايز اخد قرار، فالمفروض اعمل اولويات. متقدم لي كذا واحد، مثلا واحد مثلا واخد كورسات كويسه، خبرته كويسه، ده ليه يبقى اولويه، تاني واحد مثلا، وهكذا. فلازم احط كل حاجه اعملها هي دي البريورتي. فمعرفتك باولويه او اولويات يعني كل اوبشن بيخليك تركز مجهودك على الاهم، ما تضيعش وقتك ومجهودك في حاجه اهل يعني اقل اهميه. لما تيجي ترتب الأولويات بتاعتك هتلاقي مثلا وسط 10 اختيارات 2 مثلا مهمين جدا. لما تشتغل على الاتنين دول هتلاقي نفسك حققت نتائج عالية جدا جدا جدا. وده اللي هو ده اللي هم اللي بيقولوا عليه الباريتو أو ظاهرة باريتو، اللي هي ال 80-20. 80-20 دي ايه؟ بيقول لك مثلا ان 80% من المشاكل راجع لي 20% من الاسباب. يعني ايه؟ يعني انا في البريورتيز دي لو انا اول اتنين دول او دول انا لو اشتغلت عليهم ممكن احقق او يعني اوفر 80% من المشاكل او احل 80% من المشاكل. برضو لو صلحت 20% الاهم من اسباب المشاكل هتحل معظم المشاكل. مثلا برضو 80% من ربح الشركه، لو انت فكرت بنظرية 80-20 هتلاقي 80% من ربح الشركة جاي من 20% من العملاء، فالعملاء دول هم اللي هركز عليهم. برضو لو عندك منتجات كتير ممكن تلاقي 80% من الربح جاي من 20% من المنتجات، فالمنتجات ال 20% دول اركز عليها او ليها الاولوية ابتدي اركز عليها، وهكذا. واضحة يا جماعة 28 دي؟ لأنها مهمة بصراحة، معظم الناس بتوع المانجمنت بيدرسوها كتير. يعني واضحة؟ أنا مش فاهماها. طيب مثلا أنا عندي إيه منتجات، وليكن أنا عندي منتجات، مثلا انا شغال في منتجات متعددة، ماشي، مثلا 100 منتج مثلا، كل منتج من دول بيديني بروفيت او بيديني ربح، تمام كده لغاية دلوقتي الكلام مفهوم يا جماعة؟ اللي سأل او اللي سألت خليه بس متابع معايا، انا اقول بس مثال بسيط. شباب مثلا الحكاية ال 80-20 دي، انا دلوقتي زي ما قلنا عندي 100 منتج، حلو، كل منتج معين بيديني ربح، تمام. طيب اجي انا اعمل ايه؟ اشوف اكتر منتجات او اعمل الاولويات بتاعتي. مثلا انا عندي خط انتاج مثلا غسالات، عندي خط انتاج تلفزيونات، عندي خط انتاج تليفونات، عندي خط انتاج مثلا ساعات، ماشي. طيب اشوف مين من دول ليه اكتر اولوية، او الاولويات اللي هي ايه اللي هو بيديني بروفيت اكتر. فلو انا ركزت واتبعت اللي هي البريتو او حكاية ال 80-20 دي، فهلاقي ان انا لو ركزت في اكتر حاجة اللي هم 20% ممكن يطلعوا معايا 20%، هي يعني ما بتطلعش بالظبط، بس حوالي يعني 20% منهم لو انا ركزت عليهم هلاقي ان 80% من الربح بتاعي جاي من ال 20% دول، او اللي هم مثلا الغسالات مثلا والتلفزيونات دول اللي جايبين لي الربح. بقية الحاجات اللي هم 80% الباقيين
او الثمان المنتجات مثلا دول منتجين وثمانية تانيين هم دول الباقي اللي جايبين لي بقية الربح. فاتفهمت ولا لسه مش مفهومة؟ المهم يعني بغض النظر عن عن صحة حكاية 80 20 دي، ان انا اعمل ايه، انا استخدم قاعدة باريتو دي ازاي، ان كل موقف يحصل لي او كل مشكلة مثلا تحصل لي ابحث عن الفيو فاكتورز او ايه اهم العوامل اللي بيكون لها اكبر تأثير، هم دول اللي اشتغل عليهم، فاشوف اكبر تأثير. زي مثلا اي حتى المدرب مثلا، لو اتكلمنا في الكورة المدرب بيبقى عنده مثلا 3 4 هم دول الكي بلايرز، فدول بيركز عليهم، هم دول اللي بيجيبوا له مثلا 80% من الاجوان او بيعملوا 80% من الجهد، ال 20% التانيين يعني ما بيبقوش زي ال 80%. خلاص، يبقى الـ زي ما قلنا نركز على الفيو فاكتورز، اشوف الـ العوامل اللي بيكون ليها اكبر تأثير في حل المشكله، ابتدي اديها اولويه عالية جدا، وبالتالي هلاقي نفسي ان انا حليت كتير جدا من المشاكل تقترب من ال 80% من المشاكل لو اتبعنا القاعدة دي. ودي زي ما قلنا قاعدة مهمة جدا في الاوبريشنز مانجمنت، في برضه في البروجكت مانجمنت. طيب، خدنا احنا بقى علاقة الاوبريشنز مانجمنت مع اتخاذ القرارات، خدنا احنا كل ده خلاص، خدنا المودلز وقلنا أمثلة عليها، شفنا التريد اوف، شفنا السيستم ابروتش، الكوانتيتيف ابروتش برضو يمكن لسه هناخدها بعدين، بس قلنا العناوين بتاعتها. الكاستمايزيشن برضو، او ان انت يبقى عندك خدمة يعني خاصة او خدمة فريدة او كل عميل ليه حاجة شكل، قلنا برضو اتكلمنا في الاولويات. بس استأذنكم بس ناخد بريك كده 5 دقايق، وبعدين ناخد عنوان جديد هنتكلم فيه الهيستوريكال يا شباب. انا كنت عايز يعني كنا عايزين نتفق عليه، زي ما انتم شايفين الانترودكشن مش داخل قوي، او مش متعمق قوي في الاوبريشن، فتحبوا انا ان شاء الله كنت ناوي بعد الانترودكشن اعمل كورسات تانية، فهل تحبوا زي ما قلنا، انا كنت قلتها لكم المره اللي فاتت، هل تحبوا ان احنا نقلبها دبلومه ونكمل بحيث اللي ياخد شهاده في الاخر يبقى خد دبلومه مثلا، دبلومه اوف، بس طبعا الامتحان هيبقى فيها بقى هيبقى طويل، يعني الدبلومه ان شاء الله الامتحان بتاعها هيبقى طويل، هيبقى محتاج حد يعني قاري مذاكر المحاضرات كلها وهكذا، هتطول شويه طبعا لان هيبقى فيها شابترز كتير او فصول كتيره وهكذا. والله تحبوا نخليها دبلومه ماشي، عايزين نخليها كورسات منفصلة برضو براحتكم، انا ما عنديش اي مشاكل، هيبقى وضح اكتر. بص، ممكن نعمل مثلا لو خلصت، هما دول 7 محاضرات، الانترودكشن دول 7 محاضرات ماشي، الانترودكشن هل تشمل كل كتاب؟ لا، هنحدد بقى فصول مع بعض، يعني في فصول كده هنحددها مع بعض. اللي خليني بس اقول لكم الاختيارين، اول اختيار اللي هو introduction و advanced، ده كورس وده كورس، ده مثلا ليه امتحان وده ليه امتحان ماشي. التاني ان هو هتبقى دبلومة كاملة، اسمها دبلومة، يبقى انت كده خدت دبلومة، يعني او احنا بنحاول نخليها ايه، زي مثلا حد محترف إدارة عمليات، أنت فاهم؟ يعني أنت واخد شهادة أو دبلومة إن أنت راجل محترف إدارة عمليات، إدارة مثلا أي مثلا قسم أي شركة وهكذا. فطبعا كل واحد حر، اللي عايز كده، اللي عايز يخلص الكورس ده وياخد شهادة ماشي، اللي عايز يكمل دبلومة ماشي، فزي ما تحب. أنا كنت هعمل الاستفتاء ده في آخر محاضرة بصراحة. الدبلومه هتبقى عباره عن ايه، يعني كل الماتيريال بتاعتنا بقى، وكل الكتاب كله، الاوبريشنز بقى متعمقه جدا يعني.
الحاجات الكود، الحاجات اللي احنا بندرسها دي بتعمق بقى، هيبقى في مثلا عندك مسائل، هيبقى في عندك تشارتس، هيبقى في عندك حاجات كتير يعني. طبعا هتاخد وقت اكتر، فخلينا ان شاء الله زي ما احنا قلنا ايه اخر محاضرة كده نشوف رأي الناس وناخد استفتاء ان شاء الله. خلاص ان شاء الله اخر محاضرة اللي هي رقم 7 ان شاء الله، نبقى نشوف بقى رأي الناس كلها ان شاء الله بإذن الله. خلاص. لا بس برضو يعني في اما يبقى مثلا معاك في السي في او حاجه ان انت واخد دبلومه، فتبقى حاجه حلوه يعني، انت فاهم؟ غير اما يكون كورس او حاجه. فعلى المهم ايه برضو مش عايزين نسبق الاحداث، ان شاء الله نقرر في اخر محاضره ان شاء الله. ماشي يلا نكمل. افهم موضوع الدبلومة، ما احنا ما وصلناش لحاجة، احنا قلنا ان شاء الله اخر محاضرة هنشوف يعني الدبلومة تاخد وقت قد ايه. هي هتطول، هي هتطول بسبب ان للاسف انا يعني ما اقدرش ادي غير محاضرة واحدة بس في الاسبوع لاسباب كتير. كان ممكن مثلا نعملها زي البي ام بي كده، محاضرتين كل اسبوع. بس انا بصراحة مش عايز اضغط عليكم، اكتشفت ان الضغط على الناس يعني مش كويس. برضو من بعض اهداف في الكورس ده ان انا تبقى الحكاية الناس يعني تبقى الفهم اكتر، ما يبقاش يعني انا هدفي ان الناس تفهم، مش تحفظ. مش عايز برضو اتقل على الناس قوي بالمحاضرات، فهي ممكن تاخد وقت شويه. انما كان بالظبط يعني بصراحه لسه مش عارف، لان على حسب بقى هنشوف مثلا عدد الشابترز اللي هناخدها من الكتاب وهكذا. زي مثلا اللي هم الناس اللي بياخدوا مثلا ماستر او حاجه، بيبقى فيه مثلا الدكتور بيحدد لهم مثلا شابترز معينه. اي حد بيدرس الكتاب ده او اي حد بيدرس اي ماده مش شرط ياخد كله، فهنشوف كده عدد مثلا معين من الشابترز هنحطه ونشوف هياخد قد ايه. يعني ممكن ان شاء الله على اخر محاضره اقول لكم مثلا لو دبلومه ان شاء الله هتاخد قد ايه. خلاص فيلا ان شاء الله نكمل. هناخد عنوان اللي هو الـ Historical Evolution of Operations Management، أو التطور التاريخي اللي حصل في الـ Operations. طيب هنستفيد إيه لما نعرف أهمية الحكاية التطور دي؟ هنعرف إزاي كانت يعني إزاي كانت الدنيا ماشية إزاي، التصنيع ماشي إزاي، العمليات كانت ماشية إزاي من غير Management. هنعرف أهمية الأوبريشن مانجمنت، تطبيق إدارة العمليات الصحيحة في المكان بتاعك إزاي كان ليها تأثير هام وهكذا. طيب لو يعني قبل برضو ما نخش في الثورة الصناعية أو الإندستريال ريفوليوشن، قبل الثورة الصناعية كان كل واحد مثلا واحد حرفي مثلا نجار حداد عنده محل صغير يعني. مش عارف السلايد دي فين بصراحة، فاهم؟ اهي ده طبعا قبل الثورة الصناعية يعني. طبعا النماذج دي لسه موجودة يمكن لغاية دلوقتي، دي اسمها الكرافت برودكشن، اللي هو ايه كل واحد مسؤول عن سلعة معينة. مثلا واحد يعمل قطعة أساس، واحد يعمل مثلا عربية اللي هي اللي بتجرها الخيول، واحد مثلا ومعاه ادوات بسيطة ولا حاجة، حد يعمل اي حاجة وهكذا. فهو ده الكرافت برودكشن. طبعا كان قبل الثورة الصناعية، الانسان كان محل بيحل محل الآلة،
او حتى يعني ربنا يعزكم الحيوان كان مثلا بيجر شيء او ينقل شيء ولا حاجه. بعد الثوره الصناعيه ده طبعا اللي هو الكرافت برودكشن او تعريف الكرافت برودكشن اللي هو ايه، ان هايلي سكيلد وركرز بيستخدموا ايه، بيستخدموا الات بسيطه، الات فليكسيبل عشان يبروديوس سمول كوانتيتيز اوف كاستمايز جود. ده اللي احنا كنا بنقول عليه مثلا اللي هو الراجل الحرفي البسيط، طبعا متمكن جدا من المهنه بتاعته، كان عنده المحل بتاعه وهو مثلا مسؤول عن حاجة معينة، هو ده الكرافت برودكشن. طيب بعد الثورة الصناعية بقى حصل ايه؟ ظهرت بقى ابتكارات، ظهرت اختراعات، اتحولت بقى السلطة او اليد العليا للماشين، تم استبدال الهيومن باور بالماشين باور. اهمها طبعا على الاطلاق كان اللي هو الستيم انجن او المحرك البخاري، لان هو طبعا بقى وفر لي مصدر الطاقه عشان اعرف اشغل الماشينز في المصانع. ابتدى بس بقى التصنيع طبعا ابتدى بشكل اقوى، ابتدى يستمر اكتر طبعا اكتر من بقى عندي يعني كمية الإنتاج زادت جدا. استغنيت عن الكرافت برودكشن أو الصناعات اليدوية دي. طيب الصناعات اليدوية دي كان إيه عيوبها؟ التصنيع كان بطيء جدا، كان يعني كان بالنسبة للشخص اللي هو ما عندوش ريسورسز أو حاجة يعتبر مكلف. لو صنع حاجة أو عمل حاجة وطلعت غلط طبعا التبديل صعب جدا ومكلف. كذلك ما كانش في اقتصاد بالمفهوم الحالي دلوقتي، فما كانش ينفع يزود الانتاج مثلا ويعرف يبيعه او حاجه، او يعني لو زود الانتاج يبقى التكلفه هتقل. لا الكلام ده طبعا ما كانش فيه، فالكرافت برودكشن كان يعني فيه بعض او مليان عيوب. زي ما بنقول بعد الثوره الصناعيه بقى ابتدت تزيد المصانع، ابتدى الناس يشتغلوا في كتير من المصانع، ولكن كان في مشكلة ان ما كانش في نظام يمشوا عليه ولا منهجية يبتدوا يديروا بيها الشغل بتاعهم. فابتدت الحاجة ليه يعني scientific management، او يعني بقى في عندهم هالك كتير، مصاريف كتير، مشاكل مع العملاء، مشاكل في التصنيع مثلا يعني. بس ميزاتهم ان هم يا جماعه كانوا بيتعلموا مع كل حاجه تحصل، يعني كل مشكله كانت بتحصل كان يبتدوا يكتبوا مثلا حصل مشكله كذا ازاي نتفاداها، ازاي ننظم الجزء ده. فكان ناقصهم اداره عمليه، اسف اداره علميه. فابتدت فعلا اللي ابتدوا يعملوا ساينتفك مانجمنت غيرت جدا في المصانع في الإدارة. طيب الإدارة العلمية دي عملوها ازاي؟ ابتدوا زي ما قلنا ابتدوا يتعلموا من الغلطات بتاعتهم. لو رحنا في السلايد بتاع المحاضرة واضحة يا جماعة ولا واضحة؟ طيب فابتدوا يعملوا الـ scientific management، او ازاي ابتدوا يعملوا ادارة. ابتدوا بقى عن طريق الاوبزرفيشن يشوفوا ايه اللي بيحصل، ياخدوا قياسات متعددة، يحللوا كل مشكلة وكل عملية، يحاولوا يطوروا الـ work methods أو طرق العمل أو الشغل بتاعتهم.
كل جوب او كل عمل درسوا ليه بالتفصيل افضل الطرق العمله، كل حاجه كانوا بيكتبوها، يعني كل مشكله تحصل كل حاجه يكتشفوها يبتدوا يكتبوا. برضو قالوا ان الاداره مسؤوله عن التخطيط، اختيار الوركرز، تدريبهم. فهل كل ده حصل كده؟ يعني جه مثلا حد قال لهم اكتبوا عندكم الاداره، يعني كتب الاداره دي الموجوده، المانجمنت، الاوبريشن مانجمنت، مش عارف البروجكت مانجمنت، الحاجات دي اصلا جت منين؟ الحاجات دي حصلت بالمحاوله والخطا، يعني كان بتحصل المشكله زي ما قلنا، فكانوا بيتعلموا زي ما قلنا. مثلا لقوا واحد بيعمل شغله بطريقه، واحد بيعمل بشغله بطريقه تانية، واحد بيعمل شغله مثلا فطلع صح، واحد طلع غلط، فعرفوا ان يعني يعني ممكن يتم باكتر طريقه، الشغل ممكن يتم باكتر طريقه، فقالوا يبقى لازم نجرب نعمل كل طريقه مثلا بطرق كتير ونشوف احسن، وهكذا. وابتدوا يكتبوا، لقوا ناس مثلا شغاله في المصنع بكفاءه عاليه وناس لا، قالوا طيب احنا كده بنخسر، طيب ما نختار كل واحد من البدايه، نعمل نظام مثلا للاختيار وهكذا، ازاي يختاروا الوركرز الناس اللي شغالين مثلا. برضو موقف، لقوا ناس لما بتتعلم بتزداد كفاءة، قالوا طب ما نعمل نظام تريننج مثلا، بدل ما نجيب حد مثلا براتب أغلى، ولا طب ما نعمل نظام تريننج نعلمهم، نديهم برامج مثلا تدريبية. فكل العلم الموجود يا جماعة أصلا حاليا كله من التعلم، من الكتابة، كل ما تحصل مشكلة كانوا بيتعلموا بيكتبوها، كانوا بيطبقوا اللي كتبوه، برضو دي مهمة جدا. فمحدش اخترع اصلا كل الكتب الموجوده، بل بالعكس دي كلها بالتعلم من الخطا، لدرجه ان انت بعض يعني في بعض الـ 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 يعني بعض مثلا الشركات او حاجه، بتلاقي الشركه مثلا ماشيه من غير نظام، وتلاقي واحد فيها مثلا بيعمل طرق معينه او بيصحح الخطا او بيعمل حاجه، وبعدين لما يبتدوا يمشوا هم بمنهجيه مانجمنت يكتشفوا ان الراجل ده كان بيعمل اللي موجود في الكتب، فهو لان هو كان بيعمل ايه، هو اتعلم من غلطه، هو مثلا ما اتعلمش مانجمنت او ما اتعلمش حاجه، بل هو اتعلم عن طريق المحاوله والخطأ، او اتعلم من غلطه مثلا، المشكله حصلت طب هنصلحها ازاي. فكل الكتب وكل الحاجات اللي خاصه بالمانجمنت جت بالطريقه دي. هنا برضو بيقول لك مش عارف في شوية ناس مهمين كده يعني مش ساهموا في المجال ده، بيقول لك أهمهم هنري فورد. أدخل حاجة أو دخل حاجة هنختم بيها المحاضرة اسمها الماس برودكشن. إيه الماس برودكشن دي؟ الماس برودكشن دي مثلا في صناعة السيارات، يعني إيه؟ عبارة عن مكن متخصص واقف عليه عمالة، يعني مش شرط يكونوا سكيلد، زي ما شوفنا في الكرافت برودكشن الناس اللي هم الحرفيين لازم يكونوا مهرة جدا. هنا المكن بيقوم بكل حاجة، الاوبريتور او الناس اللي شغالين مش شرط يكونوا سكيلد. المهم الماس برودكشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل يعني هاي يعني تو بروديوس هاي فوليومز اوف ستاندرايزد جود، أعداد كبيرة وكم هائل من نفس النسخ للسيارات للمنتجات، بيعمل بسرعة كبيرة، هو ده الإنتاج الضخم. يعني إيه؟ عندي مكن متطور غالي بينتج نفس المنتج ولكن بحجم هائل جدا. ساعتها طبعا كان لسه بقى بعد الثورة الصناعية، ما كانش يهمهم التنوع، عشان أصلا مفيش تنافس، مفيش تنوع للخدمات ولا المنتجات، فكان يهمه ايه؟ حجم الانتاج، يعني كان يهمه حجم الانتاج، ما يهموش مثلا رضا المستهلك، ما يهموش المنافسه، لان ما كانش فيه اصلا حجم تنافس ولا السوق كان مفتوح زي دلوقتي وهكذا. بس فمهم جدا ان احنا نعرف الفرق بين الماس برودكشن الكرافت برودكشن، دي يمكن اهم النقط اللي اخذناها في حكايه التطور بتاع الاوبريشن مانجمنت. لو رجعنا كده اللي احنا خدناه النهارده بالسلايد، كنا قلنا الانتر اكشن الاوفرلابنج اللي بيحصل بين
بين الاوبريشنز والاقسام التانية مع الفاينانشال مع وشوفنا ازاي بيحصل مع الماركتينج، وشوفنا برضو ازاي بيحصل انا محتاج منهم ايه، هم محتاجين مني ايه، وهكذا. عرفنا برضو علاقة الاوبريشن باتخاذ القرار والديسيجن ميكنج، وشوفنا شوية ابروتشز كده او بعض اللي هي يعني الطرق او الوسائل عشان تعرف تاخد بيها قرارات، وشوفنا انواعها المودلز تريد اوف سيستم ابروتش كوانتيتيف البريورتيز الكاستمايزيشن وهكذا. وبعدين ختمنا بالهيستوريكال ايفولوشن اوف الاوبريشن مانجمنت. عرفنا طبعا الكرافت برودكشن اللي هو كان قبل الثوره الصناعيه، وبعدين ابتدوا يعملوا المانجمنت ويكتبوا كل حاجه لانهم لقوا ان هم في حاجه لحاجه تدير لهم شغلهم، تقلل الهالك، تحللهم المشاكل وهكذا عشان ما تتكررش تاني. وعرفنا بقى برضو ختمنا بالماس برودكشن والتعريف بتاعه. حد عنده سؤال يا جماعه؟ خلاص احنا كده خلصنا المحاضره. حد عنده سؤال؟ حد فيش عنده سؤال؟ حد عنده حاجه ما فهمهاش؟ حد عنده اقتراح؟ حد عنده؟ طيب ماشي. الدكتور أحمد رفع مختصر مفيد في قاعدة 80-20. خلاص ها يا جماعة، الفلسفات المتبعة في التسويق يعني بعيدة شوية عن بعيدة شوية عن الموضوع بتاعنا. الماركتينج كبير قوي يعني، فبعيد شوية عن الموضوع بتاعنا. ممكن ندرس علاقته أو أي حاجة خاصة مثلا بعلاقته بالأوبريشن، الحاجات دي. خلاص يا جماعة إن شاء الله كده ناقص لنا 3 محاضرات نخلص الانترودكشن، اللي هم 5 و6 و7. ان شاء الله زي ما قلنا بقى بعد المحاضرة الأخيرة نشوف هنكمل على ايه، هنعمل ايه وهكذا. خلاص يلا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.